طابت أوقاتكم بكل خير مستمعي إذاعة كيبك بلس في هذا النقل المباشر دائما كما تعودت علينا وتعودنا عليكم يوميا عشية يوم السبت. أهلا مرحبا بكم في حصتكم الأسبوعية العين الثالثة. في هذا العدد طبعا نحن واصلوا النقاش حول الموضوع اللي بديناه قبل أسبوعين واللي يتكلم وتناول الخطاب الديني. كما تابعتونا وتواصلتوا معنا عبر صفحات الفيسبوك الموضوع طبعا يأخذ نقاش وجدل كبير طبعا لأنه موضوع مهم ويهم جاليتنا على وجه التحديد. في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي تكلمنا على علاقة الخطاب الديني بالجانب السياسي وكان طبعا الحدث يستدعي أن نناقش هذا الموضوع على اعتبار أن الانتخابات السياسية الفيدرالية السابقة. في هذا العدد رح نغوص شوية في الموضوع ونحاول نناقش جوانب يعني مهمة في الموضوع. رح نتكلم على طبيعة هذا الخطاب الديني، يعني رح نناقش ثلاثية القائم بالاتصال والرسالة والجمهور المتلقي. رح نتكلم تحديدا على طبيعة هذا الخطاب، على المؤسسات الإسلامية، على الجمهور المتلقي، على طبعا الخطاب بشكل عام. ورح يكون حاضر معنا كما تعودت وتعودنا الدكتور محمد لطفي الباحث الاجتماعي، ورح نناقش معه جملة هذا النقاط اللي أطرحناها اليوم. ابقوا معنا ولا تبتعدوا كثيرا. وكما قلت لكم في البداية نتشرف باستضافة دكتور محمد لطفي الباحث الاجتماعي لنكمل النقاش الذي بدأناه قبل أسبوعين حول مسألة الخطاب الديني، ولكن هذه المرة كما قلت سابقا في البعد الاجتماعي، بعد نناقش الخطاب في مضمونه وفي تأثيره على المتلقي. دكتور، يعني المستمع الكريم يسأل ويقول بأنه في الحصة الماضية تكلمنا على مسألة القائم بالاتصال أنه يفتقد إلى التكوين اللازم، هذا النتيجة اللي توصلنا لها وعطينا بعض الأمثلة. المستمعين، بعض المستمعين الكرام يسألوا ويقولوا يعني ما هو التكوين اللازم، لأنه تكلمنا وكأنه لكن ما شخصناش، يعني مثلا واحد يعني إمام مسجد أو مدير مؤسسة إسلامية أو مدير مؤسسة بشكل عام يحب يدير تكوين باش يكون الخطاب نتاعو يتواكب مع متطلبات الواقع هنا في كندا. بالتحديد أي تكوين نحتاج لكي يصبح هذا، يرتقي هذا الخطاب إلى مستوى الجمهور المتلقي؟ وبالنسبة إذا أخذنا كندا، هو معروفة جدا بكل ما هو علوم لها علاقة بالمجتمع، يعني يمكن توجد أن بعض الجامعات فيها تخصصات غير موجودة في العالم، مثلا التنشيط والبحث الثقافي موجود فقط في كيبك، بمعنى أن التخصصات هي كثيرة جدا. لكن هذا لا يمنع بأنه كما يقول العلماء لا نضيق واسعا، بمعنى أن كل ما يمكن أن يجعل أن الشخص اللي هو قائم بالعملية التواصلية لازم يكون فاهم على الأقل المجتمع، على الأقل. هذا هو دكتور المستمع عبر صفحات التواصل الاجتماعي يعني تواصل معنا وقال لك ما هو الوعي اللي تقصده أنت؟ يعني نبدأ بالخصوصيات المجتمع الكيبك، ممكن توجدها في علم اجتماع، ممكن توجدها في علم نفس، ممكن توجدها في علوم سياسية، ممكن توجدها في التواصل، ممكن توجدها في أي مجال أو حقل معرفي، ممكن توجد فيه فهم من زاوية مختلفة للخصائص المجتمع الكيبكي أو خصائص المجتمع الكندي بشكل عام. إضافة إلى أن الآن أصبح المسألة صحت أصعب، لأن نتحدث مع عينة معينة اللي هي عندها أكثر من لون، اللون الكيبيكي، اللون الكندي، الجذور العربية والغير العربية، شمال إفريقية، الجذور الآسيوية، على مستوى التدين الدين الإسلامي، معنى أكثر من ثقافة. إذن هذا الشخص هذا لا يمكن أن يكون شخص عادي، لازم يكون شخص له ملكة معينة
اللي يمكن لها تسمح لي أن يصيغ بشكل معين كما قلت في البداية الرسالة. إذن إذا أخذنا بشكل عام نجد أن التواصل هو يعني في القاعدة الأساسية والمرسل والمستقبل والرسالة، لكن هناك أشياء أخرى اللي هو النسق لما يسمى بالانكوداج أو النسق اللي هو هيكلة البلاغ أو هيكلة الرسالة. هيكلة النسق يعني النسق العام يتم فيه العملية الاتصالية يعني. لا، هو لازم يكون عنده قدرة على أنه كل المحتوى اللي لازم يكون في الخطاب الديني لازم يكون محتوى اللي هو عبارة عن جرعات، كل مرة ممكن يعطي الجالية يعطيها جرعة معينة حتى يمكن لها تمشي بشكل توعية تحسيس وبعد ذلك تفعيل. ما يمكنناش نجيو في البداية نبحث عن التفعيل، احنا ما عندنا لا توعية ولا تحسيس ومن بعد نبحث عن التفعيل. الشيء اللي حدث أكثر من مرة هو أننا نجد أن الخطاب الديني خد منحة اللي هو يبحث على التفعيل الآني، لكن هذه مسألة ربما أنها أقل ما يمكن أن يقال عليها خطيرة، لأن يمكن لك أنك تشحن جالية وصبح أول سمة من سمة التواصل عندها تصبح فيها العنف والعدوانية تجاه الآخر. آخر مرة مثلا ما كانت مثلا لاشارت أو اللي كانت مشروع مطروح كان صبح العدد كبير من لا على مستوى كيباك ولا على غير المسلمين ولا على مستوى المسلمين صبح هناك شيء من العدوانية، بمعنى أن إذا ما كانش يتحملها بشكل ما يتحملها أكيد لأنه إذا أردت أن يكون عندك ناس اللي هما عندهم شيء من الليونة في التعامل مع الواقع لازم يكون عندهم المعرفة الكاملة ولكن المعرفة اللازمة. ناخذ حتى ما نكونوش ما يكونش خطابنا فضفاض، ناخذ مثال. يمكن تجد أن إمام أو داعية يمكن ليه يكون عنده أثر كبير جدا في كل اختيارات الأسر المسلمة. مثلا ناخذ عيد الأضحى الماضي، أثر كبير على الجالية هو أن عدد كبير قال بأنه أنا عوض أن أضحي في موريال نأخذ الفلوس ونبعثها لمكان معين. فأنا أرى أن هذا الأثر هذا أثر كبير جدا وفي نفس الوقت خطير، لأنه ما ندخلش في طبيعة الحال في حيتيات وندخلش في نقاشات اللي هي أبعد من يعني بعيد على تخصصي، ولكن رغم ذلك أرى بأنه ليس من السهل أن نعطي الواحد صلاحية يتحكم في اختيارات الناس اللي صبحوا ربما أثر الأثر اللي يمكن يصبح على مستوى تربية أبنائهم، لأنهم يشوفوا لا إقامة شعائر معينة ما يشوفوهاش، لأن الأولاد ما فاهمينش بأن الأب فضل أنه يبعث واحد القيمة واحد المبلغ مادي إلى ناس اللي هم في حاجة إليه، ولكن الإبن شاف حاجة واحدة بأنه هذا العام ما ضحيناش. إذن واحد السنة معينة ما تقامتش في كيباك، لو أي جمعية جميع الجمعيات الإسلامية ما قامتش هاد السنة هذه أظن أنها ستغيب على المجال الإسلامي أو على الأسر المسلمة. إذن أنا أرى أحيانا أن اختيارات وقرارات يأخذها الناس اللي ياخذوا اللي مسؤولين عن الخطاب الديني احيانا يكون عندها اثر كبير جدا على سلوك المسلمين على مستوى كيبك. هذا في اعتقادك راجع لنقص الوعي والفهم بالمحيط وكذا، بطبع لفهم الابعاد، لانه ما لازمش نفهموا بانه هذا رد فعل او لانه نتيجه لشيء معين، نتيجه مثلا لظرف طارئ، لازم يكون فهم بان من هنا 3 سنوات أو 4 سنوات شنو هي نتيجة الخطاب الديني اللي تم تبنيه في 2015. ناخذ مسألة أخرى، في مرة من المرات كنت في محاضرة فجاء عندي واحد قال لي أحد يعني لا أعيد ذكر اسم أحد الباحثين قال بأنه المدرسة الإسلامية ستخلق شيء من الانعزال لدى أبناء المسلمين وخذها على أساس أنها مسلمة. طيب هذا الشخص هذا اللي جاء من أوروبا وتكلم على أن المدارس الإسلامية لا جدوى منها في كيبيك، أولا ما عندوش علاقة ما يسمى بالسياق، ثانيا ما عندوش علاقة بالمتابعة، ما عندوش أي فكرة على أنه من الجالية الآن اللي رها الآن ربما عندها 20 سنة أو 30 سنة مضت عدد كبير من الوقت في أنها تهيكل وتأسس لتربية إسلامية داخل مجال كيبيكي.
فلهذا لما يجي هو يقول لك بأن المدارس الإسلامية لا جدوى منها نظرا لأنها تخلق تقوقع داخل المحيط اللي هو كيبيك، نرى أن اليهود ناجحين لا على مستوى الإنجاز، ناجز يعني توجد أوبيتال جويف، توجد أن على مستوى الجانب التجاري الاقتصادي ناجحين، على مستوى السياسي ناجحين، على مستوى الاجتماعي ناجحين، مش لأنهم عندهم مدارس لما عندهمش مدارس، ولكن لأنهم عاملين شيء اللي هو توعية وتحسيس وتأطير ثم ذلك تفعيل، مش نجي التفعيل من البداية لأن التفعيل هو نتيجة مش سبب. فنحن نبدأ من ناخذ شيء على أساس أن كأن الوصفة سحرية. دكتور في مستمع يعني رسلنا عن طريق الإيميل وقال بأنه كيف أنتم تكلموا على المؤسسات الإسلامية اللي عندها أو المؤسسات يعني اللي تعمل في هذا الإطار اللي عندها سنوات هي موجودة، وتقولوا بأنه ما فيش خبرة، ما فيش تراكمية، ما فيش وعي، والناس موجودين منذ سنوات، في حتى 30 سنة في يعني. قال لك بأنه ممكن فيه قسوة شوية في هو حتى ما نكونش قاسي جدا يعني. هو احنا في ثقافتنا نتكلموا بالامثال، يقول لك قديم وغشيم، احيانا يمكن واحد يمضي 30 سنه في مكان وما يكونش عنده الخبره، مش لانه قديم يكون عنده الخبره. الاقدميه ليست معيار، يمكن الاقدميه لما يكون الاشياء مهيكله ممكن يكون عندها معيار، ولكن لما يكون اقدميه بعشوائيه وبارتجال ما يمكنش يعطينا معيار لاننا نعرفوا هل نجاح ولا فشل عمل معين. اضافه الى ان لما نجي نشوفوا كما قلت لك ناخذوا اي مركز اسلامي ايا كان، اي مؤسسه جمعيه اسلاميه ايا كانت، ما عندهاش لجنه متعدده الاختصاصات، بمعنى انه حتى يحدث حدث معين يجي يقول لازمنا واحد متخصص في الاقتصاد يجي يعمل لنا محاضره لانه نظر لطرف معين بعد ذلك يجي لازمنا واحد عنده علاقه بجانب اجتماعي، لازمنا واحد. طيب احنا في كيبيك ونجيبوا ناس من الخارج، نستورد من الخارج، ولما كنا في بلداننا كنا نستورد من الخارج. يعني انا ارى بان هي مساله عدم اعطاء قيمه للمؤهلات اللي موجوده لدى الجاليه. هناك ناس مختصين ولكن يجب ادماجهم داخل العمل الاجتماعي الثقافي في اللي هو منضوي تحت جمعيات اسلاميه. طيب دكتور، هل تعتقد أنه جزء من الإشكال يعني الموجود أنه المؤسسات ما يسمى بالمؤسسات الإسلامية أو المؤسسات اللي تعمل في هذا المجال هي مؤسسات لم تستفد من الواقع الكندي ولا يعني تسير بمنطق المؤسسات؟ يعني غالب الفردانية أكثر من المؤسساتية، على الرغم أنه في بلد المؤسسة هي اللي تحكم. قبل ما تجاوبني على السؤال هذا نروح الفاصل ثم نرجع بعد قليل. إذن أنتم دائما تستمعون مستمعينا الكرام إلى حصتكم الأسبوعية على إذاعة كيبيك بيوس، الحصة الأسبوعية العين الثالثة، وكنت مع ضيفي قبل قليل نناقش مسألة الخطاب الديني، وطرحت سؤال قبل ما نمر الفاصل وطرحت السؤال على ضيفي وقلت هل المؤسسات الإسلامية لا تعمل بمنطق المؤسسات على الرغم أنها في بلد لمبني على المؤسسات ما زالت تعمل؟ بعض المستمعين يقولوا أنها ما زالت تعمل بمنطق الجماعة، بمنطق ذهنية البلد الأم، وما ما قدرناش نطوره أنه نخلق مؤسسات حقيقية اللي تستفيد من هذا الواقع الكندي. طيب هو بالنسبة إذا رجعنا للتعاريف يعني كمسألة بسيطة، هو أن في التعريف نقول بأن الجمعية تتواجد بتواجد الأشخاص، بمعنى أي جمعية لا تتواجد إلا بعد تواجد الأشخاص، هي نتيجة. لكن المؤسسة عكس ذلك، المؤسسة تتواجد دون تواجد الأشخاص. إذن احنا مازال ما وصلناش لهذه النقطة. هذه هو أن مؤسسة قائمة بذاتها والناس يدخلوا يروح فيها شخص يجي شخص ما تغير تماما. احنا مازال عندنا الجمعية الشخص هو عنده اسم جمعية،
فلهذا توجد أن الناس لما تحب تتكلم تمشي عند الشخص تقول لي الله يخليك. دكتور والله بالمناسبة يعني خلقت في ذهني تساؤل معين. أنت طبعا بحكم تواصلك فقط ليس مع الجالية المسلمة وإنما مع كل الكنديين في إطار جمعيات وكذا، هل نفس المشكل مطروح بالنسبة للمؤسسات المسيحية؟ نهائيا غير مطروح. نهائيا غير مطروح. لماذا؟ لأن المؤسسات الأخرى تبني حياتها، إذا أخذنا بهذا المعنى حياة هذه المؤسسة تبنى على كل ما هو خدمات اللي يمكن لها تدعم هذاك تدعم التواجد. إحنا لا، إحنا ما زال عندنا شيئين اللي هما يهدموا العمل. قبل ما نروحوا لحنا فهمني أحسن، أنا راك مقارنة حتى تفهم مش المستمع يفهمني. مؤسسة إسلامية تنبني على التطوع وعلى الصدقات، وهذو جوج أشياء اللي هما يا نسميوهم مسألة انطباعية، يمكن شخص يجي عندك يديرها ولا ما يديرها أو ما يديرها، وانتهت المسألة. الجمعيات الأخرى اللي صبحت مؤسسات قطعت شوط أنها أصبح عندها منح نتيجة لدورها الفاعل داخل المجتمع، أصبح المجتمع اعترف بها وأصبح يعطيها منح. هذه المنح هذه هي اللي جعلت أن الجمعية خرجت من إطار جمعية، دخلت في إطار مؤسسة، وأصبح أن الخدمات اللي تقدمها خدمات اللي هي عندها قيمة، يمكن كتوازي القيمة اللي كتقدمها الحكومة أحيانا، أو يمكن لها تكون مكملة لما يقوم به الحكومة. هل إحنا وصلنا لهذه النقطة هذه؟ هل وصلنا أن جمعياتنا الإسلامية تعطي خدمة عندها نفس القيمة، إذا تكلمنا عن الجودة، عندها نفس الجودة اللي تقدمها؟ ممكن المستمع يقول لك بأنه المشكل مش في المؤسسات الإسلامية أو المؤسسات العربية عموما، المشكل في الحكومة، لأنه هذه المؤسسات عندها 30 سنة 40 سنة وهي تقدم خدمات معتبرة للجالية، لكنها لما تتوجه للجهات الرسمية لا يتم اعتراف بها أو لا يتم التعامل معها بنفس القدر اللي يتعاملوا فيه مع المؤسسات الأخرى. لا، هناك شيء اللي هو حتى نكونوا خلينا صراحة مع بعضنا، هذا هو. إذا كانت مؤسسة تعطي خدمات، هون الفرق بين مؤسسات إسلامية أو جمعيات إسلامية أو جمعيات مسيحية مثلا، هو جمعيات مسيحية تعطي الخدمات لأي شخص مسلم أو غير مسلم. إحنا الجمعيات الإسلامية بعيدا على أماكن الصلاة ونتكلموا على الخدمات، فنأخذ مثال أن عندنا جمعية إسلامية عندها خدمات اجتماعية، فإذا كانت تقدم خدمات اجتماعية لكل ساكن الحي، فمن المفروض أنها لو تمشي عند الحكومة وتدفع لها طلب للمنحة تعطيها المنحة. إحنا المشكلة مازال ما انفتحناش على هذه الخدمات هذو، أنه يصبح عندك مثلا متدخل اجتماعي أو يصبح عندك واحد الشخص اللي يعطي خدمة معينة، واللي أي واحد يجي عنده من سكان الحي مسلم أو غير مسلم يعطي خدمة، وبعد ذلك في نهاية السنة تجد أن عنده لائحة للناس المستفيدين اللي يمكن يقدمها كدليل على أنه جمعية تقدم خدمات لجميع كل الناس. أما لما توصل عند الحكومة وتقول لها أنا مقدم فقط خدمات لمجموعة معينة، فيقول لك لا، هذا شيء من إقصاء للآخر، وبالتالي انه ما نقدرش نعطيك ما دمت انت. وهل المؤسسات الاخرى بحكم تجربتك تعطي خدمات لكل الناس؟ يعني هي تحاول انها لان كاين فرق ما بين ان جمعيه تعرف الشرط وتحاول تستوفيه، وكاين جمعيه عارفه الشرط وما دخلتش في هذه النقطه. هذه الجمعيات الاسلاميه ماشي كيف ما لا اقول بان ما عندهاش الذكاء اللازم، ولكن المرونه اللازمه. بلك المشكلة، ممكن المشكلة دكتور تكمن في أنه طبيعة الفكر اللي تحمله هذه المؤسسات، أنه فكر ممكن يعني خلينا نقوله يتعامل نوعا ما بحدية مع الطرف الآخر، ممكن لا يستوعب الطرف الآخر، ممكن يعني خلينا نقوله الأمور بصراحة. لا، يعني لا مش بالضرورة. هو لجينا نأخذ أي جمعية اللي هي اسمها جمعية ولكن هي في أساسية مسجد، نوجدوا بأن فيها إمام ما يمكن لي يقدم خدمات إلا للمسلمين. إذن عندنا أصبح عندنا واحد الطرف اللي ما يمكنش
ما يمكنناش ما يساعدناش بعيدنا عن المسجد. في جمعيات اللي عندها طابع خدماتي يعني ما عندهاش علاقة بالمسجد ما عندهاش علاقة لكن جمعيات وممكن تمارس نفس الطريقة. هو هذا هو الأساس. إذا كان عندنا ناس في جمعيات اللي هي جمعيات فيها ناس مسلمين خلينا عوض ما نقوله جمعيات إسلامية نقوله جمعيات فيها مسلمين. هذه الجمعيات اللي فيها ناس مسلمين نعطيك مثال. أنا مرة كنت أتكلم مع واحد قلت له يا أخي أنا نتأسف أن الأحياء اللي سكنوا فيها المسلمين هاجروها غير المسلمين. فقال لي الحمد لله. قلت له يا أخي إحنا ما لنا وباء المكان اللي دخلنا ليه المسلمين يخرجوا منه غير المسلمين. بالعكس من المفروض أنه المكان اللي دخلنا ليه يحسوا بارتياح لتواجدنا ويحسوا بالأمان معنا. أما ندخلوا إحنا توجد أن العمارة كان فيها خمس عائلات غير مسلمة دخل واحد مسلم دخلت الثاني الثالث الرابع الخامس ومن بعد اصبح الحي كله فيه غير المسلمين. جيد هذا مش هذا مش شيء اللي هو سلبي لكن لازم الانسان يتساءل لماذا هالناس يغادروا الحي. هذا سؤال لازم يتطرح لان على مستوى مواقف السيارات يصبح مشاكل على مستوى الليل مثلا في رمضان الناس لا تحترم الجيران على مستوى الحفلات بعض الاحيان لا تحترم الجيران الاولاد. هذه من ضمن الاشياء اللي لازم نفهموها بان اذا اردنا ان يكون عندنا نفس المكان اللي عند جمعيات اخرى يجب ان يكون عند المستفيدين يحترموا الجوار وبالتالي ان هاد الناس هذو يبقوا معنا ويصبحوا مستفيدين معنا من نفس الخدمات. اما اذا كنا احنا المكان اللي دخلنا ليه نقصيو الاخرين وبالتالي ان نصبحوا في احياء شبه يعني جيتوهات يعني شبه مكان تجمعات غير للمسلمين. فهنا ما تلومش الحكومه لان الحكومه هي تقول لك يا سيدي اندمج مع طبيعة الحال مراعاة مقاييس معينة طبعا. انك لا تكون في نسق استلاب ولكن نسق اللي هو اندماج بمعنى ان تكون لك هوية خاصة بك مع مراعاة بان الفضاء العام يتطلب ان اتعامل مع الاخر. اذا حتى نرجع لك النقطة اللي تكلمنا على الخطاب الديني لما تدخل في الجامعة الدراسة يتكلموا لك على ما يسمى بزمن زمن التواصل او زمن القاء الرساله. يقول لك مثلا لازم يكون عندك 15 دقيقه وبعد 15 دقيقه يجب ان تغير طريقه التنشيط. فانا مره من المرات قلت يا اخي خلينا نشوفوا نموذج ونشوفوا هل الدعاة اللي عندنا يحترمون هذه النقطه هذه. فمره من المرات اخذت بشكل عشوائي يعني كما جرت العاده في مستوى العينات بشكل عشوائي دخل يوتيوب اخذت واحد لي داعيه من الدعاه للاسف 21 دقيقه عاد يعني بعد 21 دقيقه قال اما بعد يعني مخدمات يعني تخيل ان واحد ناوي يغير مجتمع ناوي يغير سلوك ناوي يحث الناس على ان يكونوا فاعلين داخل المجتمع 21 دقيقة من التركيز كلها ضاعت. أنا لا أقول بأنه كل نقاش كل الخطب يجب أن تكون فيها مدة قصيرة مش ضروري ولكن الخطب الطويلة واللي فيها البلاغة واللي فيها المجاز والاستعارة هذه يمكن تكون في مجال معين. لكن الناس اللي هما مثلا في كيبيك ناس اللي هما أولا على مستوى الوقت ما عندهمش متوفر ثانيا حضورهم للمساجد لازم يكون حضور لاستفادته تكون استفادة في اللحظة بمعنى أنه ناوي توصل له رسالة توصلها له من البداية يعني to the point كما يقولوا هنا عندك بديتي المداخل الرسالة ديالك تبدأها بمقدمة وتنطلق الموضوع بشكل مباشر لأن 20 دقيقة على مستوى التواصلي قاعدة خاطئة. طيب دكتور راك تقودنا يعني مباشرة الحديث على الخطاب يعني الآن انتقلنا إلى وكأنه انتقل بنا الحوار إلى محور آخر وهو الخطاب. طب فيها أعتقد أنه فيه مشكل كبير في هذا المجال. نعم يعني فيه واضح أنه فيه مشكل يعني أي شخص متابع لهذا الخطاب سواء داخل المؤسسات أو داخل المساجد أو داخل الجمعيات أو كذا فيه مشكل كبير في سواء في اختيار المواضيع سواء في مواكبة انشغالات الجالية
يعني ما زال أنه الواحد يستمع إلى خطاب وكأنه رو في بلد الأصلي، ما زال الناس تتكلم على أبجديات ما قدرتش تنتقل إلى مرحلة أخرى وين تكيف هذا الخطاب مع واقع جديد بمتطلبات جديدة بمتغيرات جديدة. الجالية أظن تحتاج إلى خطاب من نوع آخر، هل توافق هذا؟ هو هذه مسألة ما حتى ما نكونوش يعني مش واحد الإجحاف اللي هو في حق بعض. والله أنا أتكلم لك على تجربة شخصية صراحة، أنا لحد الآن يعني أتكلم، خلينا نكون صراحة، أنا لحد الآن منذ تواجدي في هذا البلد لم أقتنع أنا كمهاجر أو متواجد في هذا البلد أنه لحد الآن أنه استمعت إلى خطاب أقنعني 100% صراحة، وكأنه لم يتغير هذا الخطاب منذ تواجدي في بلد الأم وإلى غاية مجيئي إلى هنا، يعني الفترة هذه نفس الخطاب، نفس المصطلحات، نفس المواضيع، نفس كذا، حتى الطريقة صراحة فيه مشكلة. نعم، هو الآن أنت حطيت يدك على نقطة مهمة على المستوى المنهجي. المستوى المنهجي يقول لك بأن الشخص اللي حامل الرسالة يجب أنه قبل ما يصيغ الرسالة يعرف الحاجيات اللي عند الناس اللي هم حاضرين. احنا هاد النقطة هذه هناك بينا شرخ في الإعلام والاتصال نقولوا فيه نظرية كبيرة أكيد كذلك في المجتمع ما يسمى بالحاجات والإشباعات. أكيد هذه نظرية نعم مهمة نعم يعني نعم لازم تعرف حاجات وإشباعات الجمهور المتلقي. طيب إذا هذا الشخص هذا اللي جاي ويتكلم مع واحد مجموعة الناس 200 أو 300 أو 400 أو أكثر أحيانا، هو إذا جاي بموضوع لأنه هو حاس به مهم، هنا أصبح خطر، لأنه مادام هو أعطى لنفسه هاد السلطة وهاد القدسية لكلامه على أساس أني أنا أقرر ما هي المواضيع المهمة وما هي المواضيع غير المهمة، ما هي أولوياتي الآن، فأصبح خطر. لأنه إما راه يمشي يوجه تفكير كله في اتجاه معين، وإما راه ينفر الناس من المكان. فلهذا لحد الساعة اللي لازم يكون، وأتمنى ذلك يعني صادقا، أنه رغم أن هناك مبادرات هي خجولة جدا، أن الواحد مرة يقول لك أنا سأستمع إلى الناس، تسمع مثلا إعلان لقاء خاص بلقاء ما بين جمعية ورواد المسجد، جيد، لكن هل يؤخذ بعين الاعتبار؟ لأن في الأسابيع الموالية تحس بأن نفس المواضيع تكرر. أنا ما عنديش إشكال أن يكون اهتمام بالسياسة الخارجية، لكن لما تشوف بأن لدي بي جي اللي هي مؤسسة حماية الطفولة، وتشوف بأن على مستوى الشرطة بأن المشكل الآن هو أن أولاد المسلمين هما النسبة الكبيرة جدا اللي راه يعانيوا منها، يعانوا معها الشرطة والمتدخلين يعني الاجتماعيين على مستوى كيباك. مسألة ثانية على مستوى الطلاق أمام المحاكم، هناك نسب كبيرة جدا مهولة راها موجودة الآن. إذن أظن والله أعلم أن مسألة لا تحتاج إلى عمق تفكير عميق. أنت شايف المواضيع لازم تطالع تقول طيب نشوف شو المواضيع المهمة الآن اللي راها تفكك الأسر. الإمام عنده 4 و5 ناس يجوا عنده في الأسبوع على الطلاق وهو يتحدث على موضوع خارجي، فأنا نحس بأن هذا خطأ. وإلا راه يمكن المواضيع اللي تكلم عن الأسر ما خداش بعين الاعتبار. فهمت، ما زال يتكلم على مسألة المسيح الدجال لا هي أكثر من ذلك. يعني صراحة لأنه أنا هذا اللي قلت، لماذا قلت المسيح الدجال؟ لأنه هذه تجربة شخصية وتكلمها بكل صراحة، يعني أنك تروح المسجد في كندا ما زالت الناس تتكلم على الاخر اليوم القيامه وكذا وكذا، فعلا هذه اشياء لكن لا تاخذ مفروض حجم كبير، يعني في اولويات، في شباب غارق في المخدرات، شباب غارق في المواقع الاباحيه، في اشكاليات متعلقه بالتربيه اللي عندها خصوصيه بالمهجر. انا صراحه كانت عندي إشكاليات مطروحة في تربية أبنائي في البلد الأم، لما جيت لهذا البلد تغيرت الأولويات. نعم. إذن أنت كموجه وكقائم بالاتصال المفروض تراعي هذه الأشياء كما تفضلت وقلت، مسألة الدي بي جي اس وحماية الطفولة. نعم. يعني في مواضيع كثيرة، نمد لك مسألة أخرى. فضل. يعني مثلا بين المواضيع اللي مسألة تعامل
في الجانب الاقتصادي، مسألة شراء البيوت، لا. مسألة التعامل مع البنوك، الناس ما زالت مسكينة في حرج كبير، مسألة دفن الموتى هنا في البلد الأم، مسألة التعامل مع المؤسسات بالضمان، الضمان يعني ما يسمى بالأسيرانس، هذه مسائل كبيرة جدا للناس في 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 أمس الحاجة لفهمها للتعامل معها كذا. حتى المشكلة في اعتقادي حتى أنه أحيانا يلامسوا هذه المواضيع، لكن طريقة المعالجة مشكل كبير. لأنه كما قلت في البداية، مادام هناك للأسف هناك قدسية تعطى لأشخاص معينين، وما نسميهاش قدسية في الجهة الأخرى، المصداقية لا تعطى لأشخاص آخرين، بمعنى أنه الأسرة لما تحتاج يكون عندها مشكل في البداية تمر على الإمام، من بعد تمشي على المتدخل الاجتماعي. طيب بس يعني ما نجمعوهمش هما أصلا، نجمعو المتدخل الاجتماعي والإمام، لأن هذا يوجههم في اتجاه الشرعي، والثاني يوجه على مستوى المنهجي لحل المشكل. لأن الإمام لازم نفهمه بأنه هو شخص يمكن فقط أنه يحمي الأسرة من الانزلاقات، لكن ما يمكن ليش للأسف أقول ذلك، وهذا لا ينقص من قيمته، لا ينقص من قيمته، هو أنه عنده واحد الأولوية في مكان معين، وحنا نحترمه في ذلك ونقصده في ذلك ونشرفه يعني نقدر، أضيف إلى ذلك من الصفات الحميدة. لكن هناك أحيانا تطاول، تحس بأن الشخص يتطاول على أنه يمكن يوصف. في مرة من المرات كنا في محاضرة ونتحدث عن الأولاد، فتجد أن الإمام يصف البنات لما عاملين حجاب مثلا اليوم في كيبك على أساس أنهم منحرفات. يا سيدي ما اختلفناش أن ما عاملاش حجاب، لكن شنو هو الحل اللي طرحتي لهذا المشكل؟ أما أنك توصفها بأنها منحرفة فهذه مسألة ممكن أي واحد ممكن يوصفها، هو الأحكام جاهزة، يعني الغط والسمين يمكن يوقع فيها. ولكن أن الشخص يكون عنده حلول ويكون عنده قدرة على أنه يتجاوب ويتفاعل مع أشخاص آخرين في إطار تكاملي. لأنه دكتور اسمح لي دائما نقاطعك، لأنه مثلا في هذه المسألة باش نقربوا للمشاهد والمستمع، هل مسألة مثلا الحجاب في أوطاننا وفي بلداننا لما تقول البنت وأنك غير يعني البنت توصفها بأنها خارجة وكذا وكذا، هذا يعني عندك ما يسمى بالسلطة الاجتماعية، السلطة القانونية في البلد الأم، لكن هنا يعني هل أنت عندك هذه السلطة الاجتماعية، سلطة الأسرة، سلطة العائلة الكبيرة، سلطة القانون؟ يعني الطفلة تقدر مباشرة عندها حقوق تتعبر عن حقوقها كما شاءت. يعني هي قبل ما تجاوبني على هذا السؤال نروح الفاصل، لأنه النقاش بدأ يسخن شوية، باش نخليه المستمع يرتاح شوية ونرجعوا، ما يعني بقوا معنا وما تبتعدوش كثير في حصتكم الأسبوعية العين الثالثة. وإحنا متشرفين دائما باستضافة الدكتور محمد لطفي للنقاش حول الموضوع اللي بديناه قبل أسبوعين، دائما الخطاب الديني. وقبل ما نخرج الفاصل الدكتور تكلمنا على أنه الخطاب لازم يراعي واحد نسق معين، وجبنا تجربة ما يسمى بالبنات المحجبات، وأنه بعض الناس يتكلم وكأنه رو ما زال في البلد والأم، يعني لا يراعي طبيعة خصوصية البلد. لأنه لما تكلمنا على خصوصيات المجتمع أولا، ثانيا الطرق اللي لازم تستعملها حتى يمكن لك توصل خطاب معين، لأن لازم أن نفهم بأن هاد البنات اللي ما عاملينش حجاب هما ما زال ما وصلوش أنه يعملوا شيء اللي هو ظاهر بأنه رمز من رموز الانتماء، بمعنى أن واحدة عاملة حجاب ما يمكنش واحد يخطأ يقول بأنها مسلمة أو غير مسلمة، وبالتالي أن بعض البنات تتفادى أنها تعمل الحجاب لأن ما زال ما عندهاش القدرة والجرأة أنها تقول بأني أنا مسلمة، لأن يمكن هي لما تمر تكون في المدرسة بدون حجاب تحس بأنها ما ينتبهوش لها الناس. إذن هاد الشخص اللي يتحدث، هاد المخاطب الديني، لازم يكون عنده شيء من التعاطف مع هاد الشباب هادو اللي ما عندهمش قدرة وجرأة أنه يقولوا يصرحوا بأنهم مسلمين.
أما أنه دكتور فكرتني في هذا الإطار، كنت باش نقربوا شوية للمشاهد الفكرة. كنت مرة في مسجد من المساجد وشفت إمام مسجد، هذا لما نتكلموا هذه الملاحظات يعني مناش نعمه يعني، لكن باش ذكرتني بشيء. مثلا يعني إمام مسجد يطلع فوق المنبر ويبدأ يتكلم بنفس الفوقية وكذا، أنت أجلس أنت أقعد أنت كذا أنت أنهض، فعل الأمر بواحد يعني الفوقية هكذا. هذه أظن أنه هذه صالحة ممكن في مجتمعات في بيئات معينة، لكن في شباب اللي تربى على الحرية، في شباب اللي تربى، شفنا احنا الأطفال تاعنا كيف يتم التعامل معهم في المدارس كيف كذا، نظن لازم الناس تفكر شوية في إعادة. وهذا هو اللي رجعنا للشيء اللي بدينا به في البداية، هل هناك أهلية للأشخاص اللي الآن راهم عندهم منابر اللي تحدثوا فيها؟ وقلنا بأن حتى يمكن اللي تكون عنده أهلية، أولا يكون عنده اطلاع إما عن طريق أنه يعمل دراسة تكون موازية أو تكون معمقة، وحتى يكون عنده ما يسمى بلجنة متعددة الاختصاصات، بمعنى أن في مؤسسة إسلامية أو على مستوى مورية كما هناك مجلس أئمة يكون هناك مجلس متعدد الاختصاصات، أي شيء ممكن يقوم به عنده طبيعة الحال الجانب الشرعي اللي هو بحضور الناس اللي هم عندهم الأهلية، وهناك أهلية أخرى على مستوى اختصاصات أخرى. حتى إذا اقتضت الضرورة أن هذه اللجنة تحدث باسم المسلمين، فهناك ناس مختصين، يعني وسائل الإعلام ما يجوا يتكلموا مع واحد على موضوع سياسي، يوجدوا واحد متخصص على مستوى السياسي وله مستشارين على مستوى الشرعي، ما تحس بأنه له خطوات ثابتة أكثر من خطوات لشخص اللي هو عنده فقط اطلاع على المستوى الديني ويتحدث عن مجريات سياسية اللي ربما تفوق أو تتجاوز طلاعه. هناك شيء آخر اللي مهم جدا، هو أن هاد الشباب اللي كما تحدثت عليهم، نعطيك مثال، في جميع التدخل الاجتماعي اللي عندنا مع الشباب نحاول أن نتحدث ما يسمى بالنحن، بمعنى أن أي خطاب تحاول تمرر الشباب على مستوى تغيير السلوك تحدث عن النحن ولا تحدث عن أنت. الخطاب الديني ما زال فيه هذه الصفة، هذه هو أنه لا بد لكم ولد، وتجد أنه الشخص يحس بأنه أولا يحس بأنه في مسافة طويلة بينه وبين شخص متكلم، وكأنه هو في مستوى أدنى من وهذه المشكلة. نعم. وحتى أن إذا كنا نتمنى أنه يكون عندنا خطاب ديني متوازن اللي ممكن يكون عنده يعني نتائج اللي هي إيجابية على المستوى الاجتماعي والنفسي والثقافي والفكري إلى غير ذلك، يجب أن يكون هناك وعي على مستوى المستقبل، لأن حتى المستقبل نتكلم عن المستقبل في الحلقات. نعم، لأن المستقبل مش ما عندوش دور، عنده حتى هو دور. فكل ما هو صامت إلا والشخص اللي هو ملقي ما عندوش فكرة هل الخطاب يلبي حاجياته ولا ما يلبيهاش. طيب دكتور، شكرا جزيلا دكتور على وقتك وعلى هذا النقاش فعلا الجيد والمعمق. مشاهدينا مستمعينا مستمعي إذاعة كيبك بلوس، راح نضربوا لكم موعد إن شاء الله في الأسابيع القادمة باش نكملوا النقاش حول هذا الموضوع اللي في الحقيقة موضوع متشعب وفيه أجزاء كبيرة. طبعا اليوم تناولنا جزئين، الجزء الأول متعلق بالمؤسسات والقائم بالاتصال والأهلية وكذا، ثم في جزء ثاني تكلمنا على طبيعة الخطاب. في الحصص القادمة راح نكملوا النقاش حول طبيعة هذا الخطاب والمتلقي اللي هو كما قلت عنده دور كبير. إذن حاولوا تكونوا معنا دائما وتتواصلوا معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتعطينا رأيكم طبعا فيما تم تفضل به والنقاش حوله. والنقاش عموما لازم نذكر ونقوله بأنه لا يستهدف مؤسسات ولا يستهدف القائمين بالاتصال، ونحن لسنا هنا بصدد محاسبة أي كان، وإنما باش نفتح نقاش ونحاول أن نعطي رأينا كمختصين كباحثين حول ما يجري حول هذا الخطاب عموما. إذن مستمعينا الكرام، نضرب لكم مواعيد قادمة إن شاء الله في حلقات قادمة، وإلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الذي كان معكم طيلة هذه الساعة، وأشكر في الأخير دكتور محمد لطفي، أشكر جزيل الشكر على القائم على العارضة التقنية الزين والإشراف العام أحمد محجيبة. إلى الملتقى إن شاء الله.